خطط عدة أقرتها الحكومة الكندية لمكافحة العنصرية ضد السكان الأصليين الذين اتهموا بأنهم سبب ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في كندا. تاريخنا كان عنيفاً بسبب المدارس الداخلية. هذا الجواب للناس الذين يسألون لماذا أنتم عنيفين؟ لأنهم علمونا العنف، لم يربونا أو يعلمونا غير ذلك. لم نكن عنيفين، هذا ما حدث لنا. كنا نتقبل الحب ونحب الطبيعة ونحترمها لأنها حياتنا. يصارعون من أجل الحصول على الاحترام والامتيازات، وبالفعل اعتلوا بعض المناصب الحكومية. الحاكم العام لكندا هي من السكان الأصليين، كما حصلوا على تعويض عن الأراضي بقيمة 1,300,000,000 دولار كندي كتعويض عن الاستيلاء على جزء من أراضيهم في بداية القرن العشرين.